من هنا. عمري 54 سنة، أعيش في السويد منذ 25 سنة. صار معي باركنسون 1995 يعني منذ العمر كان 25 سنة، وعانيت وايد يعني لا أقدر أمشي، لا أقدر أنام، خدر جسمي النوم هنا يصير خدر كل شيء، ما أقدر أنام يعني بحيل. وبعدين هناك بالسويد رجعت بعد دكاترة ساعدهم بس بالعلاج يعني ما قبل أوصل عملية. قال لهم ليش مو دولة أوروبية يعني ليش ما سوون عملية؟ يقولون العلاج جاي يساعدك يعني إن شاء الله، بس هو ما يساعدني يعني. كنت بالبداية أخذ علاج 55 أخذ علاج ستاليو، وما بعدين توصلت إلى حتى إلى 200 يعني من وها كلش يعني تعبني كل أربع ساعات أنا أخذ علاج وهاي 200. بس الآن يعني قبل شهر جتنا تركيا، تقابلت الدكتور علي، دكتور كان ممتاز يعني، قابلته وساعدني سوى لي عملية والحمد لله وشكرا كل زين. أنصح كل واحد من اللي يجي هنا الدكتور علي سوى عملية يعني سام كل شيء يعني سام جيد، وأشكر كل الناس يعني المترجم محمود، وأشكر الناس اللي يدورون معه. شكرا جزيلا.